أنا ملتزم، وهذه ولاية الالتزامات، ملتزم بأن القرار اللي خذته الحكومة مؤخرا نتاع إدماج 400,000 ما قبل التشغيل، أنا نواصلها ونواصلها بالسرعة اللي تلزم. بالنسبة لتاع الشرطة، بالنسبة اللي عاودوا استدعاوهم الخدمة الوطنية، الملف راه عندي أنا، لما نلتزم راني في ولاية اللي الكلمة تسوى فيها اطنان، سجلها عليا إلى قدر ربي سبحانه والشعب قرب، غدوة جيب هذا الكلام اللي نقول فيه، جيب لي الشريط، قالها واش قلت في باتي.